نهاية العمل رانا تستي في السيارة حط الفولون هكا ماشي فاهم الطابلو. هذه 208 اللي شفتوها درنا لها ريفيزيون جينيرال. المشكل كان فيها كونسوماسيون دويل بزاف. عملية تليين الروداج اللي هي الروداج تتم على مسافة 1400 كيلومتر بعدد دورات لا تتعدى 2700 دورة أو 2500 المهم ما تعداش 3000 دورة في الدقيقة لمسافة 1400. درك هذه كي تمشي 3000 دورة في الدقيقة ترمينيتي الحق الثلاثة هذيك 3 في 1000 يعني 3000 دورة تمشيك حوالي 130-140 سرعة 130-140 وشي هي سرعة ماهيش مسموح بها في الطرقات تاعنا في الجزائر. يعني ما كاينش طريق محدودية السرعة هي 120 كيلومتر في الساعة. شوف عملية الروداج هذه وش معناها؟ معناها انك انه لي كومبوزون اللي درناهم اللي هما البياسات الشوميزاج والبيستوات والسيجمات والليكوسيني هذو كامل يعودوا كومباتيبل مع بعضهم. يعني يرسموا مسارات تخلي مسارات يعني هي يعني كي نقول مسار يرسموا يعني ما كانش احتكاك هو ما كانش احتكاك. There is no friction. Friction is limited. شغل محدود بواش بالأويل فيلم اللي هو الفيلم دويل اللي ما يخليش الاحتكاك يسرع. عملية التليين هذه مهمة جدا في السيارات. ولو السيارات اللي تخرجها من لاميزون لازم تمشيها روداج حتى 1000 كيلومتر تلقى المسافة الأولى ديما فيها تذبذب في استهلاك الوقود استهلاك الزيت. من بعد بعد دوزيام فيدونج واش يصرى تبدا تستابيليزا يعني تركح يركح الكونسوماسيون تاع الزيت وتعود السياره تقدر تمشي بها من دون خوف. لكن من الاحسن انه اي سياره يعني متوسط الاداء ماهيش نتاع فيتاس وعصير وتهز الحمولة وتعصرها وتطلع في الاربيام وتزيد عليها حمل فوق ما تتحمل. يعني فوق ما تتحمل كي نقولوا انسي ساج دي مثلا كاتر فاندوز كيما هذه تاع تصويت ماهيش هذيك اللي تتحمل الاخر تتحمل العصير هذاك لا لانه هي قدام من نيوتن متر حوالي 270 نيوتن متر نسيت تماما قدام نيوتن متر فيها لا علينا. تروح انت تحملها اكثر من طاقتها يعني ما راحش تدير ما راحش تحمل وما راحش تعيش لك. ثاني حاجة من الأمور اللي ما يخليش السيارة تعيش وتخلي تستهلك الزيت هي ما تهلاش في الفلتر والزيت فلتر تاع الهواء. بحيث أنك كاين جماعة كاين ناس يسوفليو الفلتر كيف يسوفلي الفلتر يحكم الفلتر يسوفلي ويردو يسوفلي دو فوا ولا تروا فوا. يعني كي نقولك دو فوا ولا تروا فوا يعني كل مثلا وين يدير فيدونج يضل يسوفلي. كي تسوفلي انت تفتح الفلتر تفزلو المسامات هذيك اللي تحكم الغبرة يفوتوا جزيئات خشينه شويه تفوت لاشوميز تدخل لاشوميز تدخل بين السيجما وخاصه هذيك الصغيره والقاسيه تدخل بين السيجما والشوميزه يصرا ودرينير يمشي خطوط هكا على طول الاسطوانه ومنها تخلي كميه زيت ثم بكميات متفاوته وتخليها تكونسومي الزيت تبدا تكونسومي الزيت. حاجه اخرى هي اللي هي ثاني في سيارات الديزل لا فانوجيير و لي سيستيم اونتي بوليسيون الفاب لا سيار لي جي ار هذو يدخلوا مثلا الاي جي ار دخل الاخر دخل دي بارتيكيل هكا خشان يتلموا في لادميسيون يدخلوا ومن بعد هذوك لي بارتيكيل هذوك
يخليو يخبشوا الشوميزه ويخليو الاستهلاك يزيد، بحيث انه تخبش لا شوميز ترجع تفوت الزيت لا شومبر بكميات متفاوته، وفي النوفو تلقاها ما يدخنش ويقول لك ينقص لي. هنا الحيره نتاع الناس، كيفاش تحرى انه المحرك تاعك ينقص ولا ما ينقصش؟ اول حاجه تفيريفي التيربو تاعك، ثاني حاجه تفيريفي الرونيفلار، ثالث حاجه تزيد تفيريفي البلو باي اللي هو لا جورج، يعني اسكو طلع الاخر ولا لا، اسكو طلع الاخر قوي ولا لا، فابور قوي ولا لا. والرونيفلار ثاني خاصه السيارات اللي ماشيه بزاف، الرونيفلار يفسد ويعود يفوت الزيت، والزيت هذاك يروح للرادياتور تاع التيربو ويبقى تما والواحد يحير. ثاني حاجه اخرى اللي هو التيربو، خارج هذا في ثلاثه راهو محرك نتاعك، يعني ما تعبش روحك تظل تخسر وتدير عند لي ميكانيسيان وكل واحد واش يقول لك يدوخك. التشخيص لازم يديرو فرد واحد، ويكون واحد متمرس وذكي، ويكون انسان واعي وقاري وفاهم الشيء اللي راهو يدير فيه، يعني كي يعطيك ديسيزيون فينال روح متهني يعني، وهذاك هو. حاجه اخرى بالنسبه للريفيزيون تاعو تاع الانسيساج دي، ناجح كي يكون مخدوم سير لي نورم. الحمد لله احنا عندنا دخلنا اختصاص فيه، حتى الالومنيوم الله على بالي من واش تقريبا مخدوم. درت شويه امور هكا بحث ودراسات، ما نقولكش دراسات كبيره كي تاع الجامعات ودير، يعني بحثت حوست نفهم، فهمت حوايج الالومنيوم، يعني داكتيليتي نتاعو، الخلائط نتاعو كيفاش، يعني حتى الماء اللي يصلح لها، الجيدوز اللي يصلح له ولا الجيتراز اللي يصلح له، هذه الامور كامل هذه كيميائيه، يعني باش تخوض فيها لازمك تكون عندك خلفيه اكاديميه وتكون فاهم الكيمياء والفيزياء او ميم طون. يعني ما نقولكمش اني فاهم اني عالم ولا، لكن الحمد لله عندنا قسم العلم نحاولوا ناكلوا به نسترزقوا به ونحاولوا نمدوه لخاوتنا اذا قدرنا، الاخوان تاعنا اذا قدرنا. حاجه اخرى لا ريفيزيون كي تكون سير لي نورم، يعني موتور راح يزيد يعيش، تعطي له عمر اخر، عمر افتراضي اخر. احنا ما نقدرش نحدد العمر هذا، لانه ما على بالناش الحالات اللي كان فيها المحرك من قبل اسكو سخن ما سخنش وكيفاه يتخدم. درك المحرك كي يسخن جزء من عمره الافتراضي يخسروا، هذا الشيء لازم ناخذوه بعين الاعتبار. دوك انا هذا درت له ريفيزيون، انا ما نقدرش مثلا نقول له روح غارونتي 100000 ولا كيما يملك لا ميزون، ما لا لا، حنا نجتهد ونحطوا لا بياس دوريجين، خدمه تكون مريقله، ونقولوا ربي يصلح ان شاء الله. كاين اللي عاشوا كاين اللي ما طولوش، هذه ما نقدروش نتحكموا فيها الا اذا كنا عندنا معدات متطوره جدا في الكراج في الورشه نتاعنا باش نقدروا نمدوا دي غارونتي كيما هكا. مثلا يكون عندنا دي ماشين سيانسي نقدروا نخدموا، مثلا ماتيار نتاع لا شوميز ما نقدروش هذو نتحكموا فيهم، لان يجيونا من هي يجيونا. مثلا الماتيار تاع الهند في لا شوميز احنا نركبوا تاع الهند عند خيرو، خويا خيرو صلاح نحييهم بالمناسبه، ما شاء الله كي يخدموا لنا خدمه والله نتهناو عليها تماما. وبالرغم من اني نتهنى لازم تعاود لي ميزير تاعك على جال واش، على جال لي ساغمون، يعني اللعب كامل على جال لي ساغمون. نحيي كامل لي تورنور اللي راهم يخدموا خدمه نظيفه، كاين بزاف لي تورنور نسمع بهم برك، ما يعنيش مثلا كيما اصحابي في ام جي اوتو ريبير ولا موسى وتوسكان حييهم بالمناسبه، ولا محمد فرياس ولا غيرهم، ولا خويا مثلا كريم، ولا هادو كامل واش يخدموا عند دي تورنور ويشكروا خدمتهم، بما انهم هادو خدموا عند دي تورنور هذوك يعني راهم ملاح. ان شاء الله ربي يوفقنا واياكم. هذا فيديو كان ممكن للسهريه برك، تفرجوه واسمحوا لنا اذا طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.